بالتأكيد كنا بنتابع مع حضراتكم مشاهدينا الكرام ما رصدته كاميرا إكسترا نيوز من آراء المواطن المصري. ودكتور أبو الفضل يعني تحدث الكثير عن الخدمات الصحية وتطويرها وتطوير أداء قطاع الصحة بشكل عام. دكتور خالد عبد الغفار ونحن كنا نستعرض الآن فيديو معلوماتي عنه، عايز أعرف من حضرتك يعني تقييمك لقطاع الصحة في الحكومة السابقة، وما دور المنوط بدكتور خالد عبد الغفار لتطوير قطاع الصحة بشكل أفضل في الحكومة الجديدة. خليني بس أشير إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار هو يعني شغل منصب وزير تعليم عالي تقريبا في الأول، ثم وزير للصحة. المنظومة خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالصحة، خليني أشير إلى أن هناك تأمين صحي شامل تم تطبيقه في تقريبا محافظتين، الأقصر وبورسعيد، ثم يطبق في أسوان وبعد. بالتالي المحتاجينه في خلال الفترة المقبلة وفقا لمتطلبات المواطنين اللي احنا سمعناها، رقم واحد هو استكمال ما يتعلق بتأمين منظومة التأمين الصحي الشامل في خلال الحكومة الجديدة. رقم اثنين، لو احنا بصينا على المستشفيات وأداء المستشفيات، خلينا نشير إلى أن في تطور واضح خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالمستشفيات. هناك تحول واضح فيما يتعلق بالوحدات الصحية وانتشارها في كل القرى. اثنين، منظومة التأمين الصحي الشامل النموذج اللي اتعامل فيها النهاردة أصبح المواطن في بعض المحافظات المطبقة لا يدفع إلا عدد قليل من تكلفة قليلة. وبالتالي الصحة كدور واضح، لكن نحن نحتاج إلى إعادة استكمال منظومة التأمين الصحي خلال الفترة المقبلة في محافظات جديدة، وده هيقلل من العبء الملقى على الحكومة في نتيجة أن كل المطالبات أعتقد في نتيجة زيادة ارتفاع في أسعار الأدوية، محتاجين أيضا من وزارة الصحة ضبط سوق الدواء في مصر، وده كان واضح جدا فيما يتعلق بسياسات الدواء المصرية اتبعها الدكتور خالد عبد الغفار خلال الفترة الأخيرة. وأنا شايف أن في هناك في نوع من الجولات المتنوعة اللي قام بها معالي الوزير خلال الفترة السابقة فيما يتعلق بمحافظات الصعيد، محافظات الدلتا، وفي محافظات سيناء. وبالتالي متطلبات المواطنين واضحة أمام الوزير خالد عبد الغفار. رقم واحد استكمال منظومة، اثنين المتابعة الضرورية على المستشفيات المقامة، خاصة أن هناك هذه المستشفيات لعبت دور واضح ونجحت في تجاوز أزمة كورونا. كل المستشفيات الجمهورية تجاوزت هذه الأزمة وكانت حققت نجاح في تقديري نجاح يقدر منها خلال الفترة المقبلة خلال الفترة الماضية. وبالتالي الدور الملقى على سيادة الوزير خلال الفترة القادمة هو رقم واحد استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل.